مرحبا، معكم جمعان السالم. أنا ميك اب ارتست، جيت اليوم على بوتيكات دبي لبرنامج باتل اوف ذا ارتست. راح يكون فريقي ضد فريق دينا. اوكي دينا، راح تشوف اليوم راح فوزك. فريقي انا راح يتضمن الموديل رند دلاتي. اللوك راح اعمل له اياه لوك بينك دول فيس كيوت ميك اب، وان شاء الله انا راح افحص. مرحبا، معكم دودو ارتست من الكويت، جاية مخصوص دبي عشان نصور باتل اوف ذا ارتست. ان شاء الله اليوم راح تكون معاي لولو الملة. الستايل راح اسوي لها راح يكون سوفت سموكي، مو حابه يكون شيء حق مناسبات، حابه يكون اكثر انه يومي. راح تكون ضدي جمانه، وجمانه وايد شاده حيلها وقالت انها راح تفوز علي، بس ان شاء الله يكون العكس. شروط المسابقة: عندكم 30 ثانية لتختاروا الميك اب و30 دقيقة لتعملوا أفضل لوك. ما كان ما رح توصلي له. مش عندك قوة إرادة؟ خلي قوة الإرادة انا اللي عليها. دينا ليش كذا طلعتيها؟ جاي كرة قديمة، سوالف هذه صاحبتنا جاي كرة. لولا سمعت صوتك حلو ضد، تبينها تغني عراسة حياتي؟ ايوه غني لنا شوي. عيد اللي قلتيه مرة ثانية. هاي صديقتك، كيفك؟ خلصت تعرف؟ على اساس اخر شيء بنحط الحمره شكل المسخره، صح يعني صايدتها انت. يا للخدمه والعار. ايش رايك؟ اخذي ماما بسرعه عشان شغلك خلص. هلو، معكم لولو الملة. اليوم احنا مع بوتيكات جايين نسوي باتل اوف ذا ارتست، والميك اب وايد حبيته. في نص ساعه يعني وايد معجزه ان بسرعه اخلص مكياج ثقيل كذي. انا احب حق التصوير ان المكياج يكون يعني ثقيل، بس انا عاده يعني انا كماي سيلف احب المكياج يكون خفيف وبسيط. التجربه هذه كانت وايد حلوه وايد استانست، وثانك يو سو ماتش بوتيكات. انا لندالاتي، اليوم اجينا على بوتيكات دبي مشان نصور ذا باتل اوف ذا ارتست. هلا صح اخذنا وقت زياده، بس نحن اللي فزنا يعني. على الاقل شوفوا الميك اب، سحبه العين. احلى شيء بالميك اب انه كثير سمبل، كثير سومي الايلاينر.